شرطي يطبق القانون او ضابط يطبق القانون، ما يشوف نفسه الا اجته مثلا قوامه عشائريه، فاصبح القاضي الشرطي والمنتسب للدوله خائف من ما يترتب عليه من عقوبات عشائريه فيما اذا نفذ الواجب. ولذلك انا من دعاة طيب ان نرجع الى ما كنا عليه سابقا بايام العهد الملكي وايام بعض العهود الجمهوريه، ان يكون القاضي من ليس من نفس المحافظه والقوى الامنيه الرئيسيه ليس من نفس المحافظه، لكي لا يكون هنالك تحيز او تاثير